السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا صفحات 29 من كتاب كتابي في اللغة العربية مستوى ثاني ابتدائي. أنا تعبير كتابي الإنشاء شجرة عائلتي، كنا شفناها سابقا كيف تصاب الشجرة بالعائلة ديالك، يعني كتبداها من جدك وجداتك ديال الباك وجدك وجداتك ديال الموك، كتولي تنزل الباك في اليمين والموك في اليسار، كتولي تنزل انت وخوتك عاود تاني اختك مثلا او عندك خواتات بزاف. هنا اقرا على مجموعتي ما كتبته في الحصه السابقه، هنا تقرا على المجموعه ديال داكشي اللي كتبته في الحصه السابقه وتصحح الاخطاء ديالك، مثلا الاخطاء اللي كيقول لك الاستاذ راه تهضرتي فيهم تصححها وتكتب الصحيح هنا، الخطا كتكتبه هنا والصحيح كتكتبه هنا باش ما تبقاش تعاود تكرر نفس الخطا باش تعقل عليه، لان كل ما كتبتي كل ما كتوليش تنسى. هنا شنو كتكتبتي؟ أعيد كتابة منتوجي، شنو كتكتبتي سابقا في الحصة اللي قبل ديال الإنشاء ديال التعبير الكتابي؟ فاش كان عندك الطالع على الدفتر العائلي كتمشي تشوف الحالة مثلا من تستخرج، فاش كتبتي الاسم العائلي هو كذا، الاسم ديالك العائلي، كل واحد يدير الاسم ديال العائلي هنا، وموراها فاش درتي اسم جدي وجدتي وجدتي من جهة الأب، شكيت يعني من جهة الأب، يعني باين باباك وباين باباك من جهة الأب، ثم تكتبها هنا، ثم اسم جدي وجدتي من جهة الأم، يعني باين ماماك وماماين ماماك جدتي من جهة الأم. هكا من طريقة من هذه المعلومات غتعرف كيفاش تصاوب شجرات العائلة كما شفنا سابقا. اسم اسم العائلية، هنا اسم جدي وجدتي من جهة الأب، هذه هنا اسم جدي وجدتي من جهة أمي. ندوزو شجرة العائلة اللي كنتو تفكرتو هي اللي كاينة في السؤال الرابع، ندوزو ليها نشوفوها نتفكروها. إلا كنتو صوبتو بحال هكا انتبه معايا مزيان، شجرة العائلة غتعرف داكشي اللي صوبتي في الحصة الأخرى، مثلا هنا ها أبي كتشوفو هنا، هنا أمي، يعني باين بابا كتب سميتو هنا، جدي ديال بابا هنا وجداتي ديال بابا هنا، يعني باباي باباك وماماي باباك هنا، وهنا السمية ديال باباك، هنا أنا سميتك أنت، خوك يعني ماشي سمية خوك، هنا أختك أو خوك آخر أو أختك أخرى. هنا ندوزو الجهة ديال الأم، الجهة الأم فيها جدي باين ماماك سميتو هنا، علاش ما كنكتبش أنا؟ حيت كل واحد وشنو عنده سميتو باين ماما، انتم اللي غديروا هذا الشيء. وجداتي هي ماماي ماماك غدير سميتها هنا، الام ديالك غدير سميتها هنا، الاخت ديالك اختك سميتها هنا، كان عندك خوك اخر غدير سميتو، الاخت اخرى غدير سميتها هنا، علاش خلاوها خاويه ما نشوفوش عندك شي اخ اخر، جوج خوت مثلا غدير اخي هنا، جوج خواتات هنا غدير اختي هنا واختي هنا. واضح؟ هذه هي شجره العائله. هنا قال لك اختار لوحه لوحه لشجره عائلتك اعجبتني، تختار شي لوحة تلصقوها في القسم بطبيعة الحال. جزارة العائلة اللي مصاوبة مزيان ومزوقة مزيان هي اللي تلصقوها في السبورة ديال القسم. انتهى، هذه الصفحة 29 كملناها.